انه رجع لي تاني على تليفون كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. يا كابتن عمرو اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل والف الف مبروك. صباح الخير ابراهيم باشا، ومبروك ليك ولمصر كلها. فرحتونا ورفعتوا راسنا خليتونا يعني ايه فخورين جدا جدا باولادنا. اتحاد التايكوندو هو الاتحاد الاول حتى الان اللي بيحرز لنا ميداليات، ومش ميداليه واحده الحقيقه، ميداليتين، فدي حاجه عظيمه. خليني اديكم حقكم واثني على ما قدمتموه، لانه في النهايه الفرحه ديت بتبقى فرحه لينا كلنا، وبيقول ان انتوا برضو اشتغلتوا. وعايز اعرف من حضرتك الفتره اللي فاتت كانت عامله ازاي حتى الوصول الى هذا الانجاز عن طريق هدايه وعن طريق سيف عيسى. والله حضرتك الفتره اللي فاتت احنا شغالين مش علشان ان احنا نشترك في الاولمبياد، يعني تمثيل مشرف، او ان احنا حق الولاد ان هم تأهلوا مثلا في افريقيا او في الرانكينج الدولي فلازم يلعبوا الاولمبياد، او ان احنا نرفع المستوى عن طريق الاشتراك في الاولمبياد. لا، احنا من دي 1 او من الاول خالص شايلين حمل كبير ومسؤوليه كبيره ان اتحاد التايكوندو من الاتحادات اللي بتسعد المصريين وبتحقق. وانا كان ليا الشرف ان انا الميداليه الاولانيه حققت على ايد تامر صلاح بطلنا الاولمبي اللي جاب ميداليه برونز في اولمبياد اثينا 2004. اللي هي الشرف ان انا كنت نائب رئيس الاتحاد وكنت مسؤول عن اللجنه الفنيه، وكان معانا دكتور عمرو خيري طبعا اسطوره بتاعت التايكوندو. ايوه، كان هو المدير الفني. الاتحاد التايكوندو من الاتحادات اللي بتحقق عالميا واولمبيا، ودي كانت مسؤوليه كبيره ان احنا نستمر ونحافظ على المستوى ده. طيب انا بس عجبني قوي يا كابتن عمرو الكلام اللي حضرتك بتقوله، لان هو الكلام الاقرب الينا احنا كشعب مصر، انه التخطيط، وان حضرتك بتقول لي احنا مش رايحين للتمثيل المشرف ولا بيد في سنه او اكثر في برامج كتير وده متسجله وموجوده. قلت ان احنا بيتصرف علينا واحنا يعني بنشتغل على الاربعه اللي تاهلوا، انه اي حد من الاربعه ممكن يحقق. يعني احنا ما هربناش من المسؤوليه ولا قلنا صروف ولا بتاع ولا جبنا سيره ان احنا محتاجين دعم اكتر. بالعكس، احنا اكدنا ان احنا واخدين حقنا، وان الدوله المصريه مديانا حقنا، وان احنا شغالين في الموضوع ده. فهو مش وليد الصدفه، هو اولا وليد توفيق ربنا، يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. صحيح، لكن احنا شغالين من فتره الحقيقه واعلنا يعني. طيب اسال حضرتك برضو في جزئيه خلال المنافسات بتاعه النهارده، يمكن هدايه كان بالامكان كمان المسار يكون احسن من كده لو كانت تغلبت على بطله انجلترا، وكان ممكن ان شاء الله يعني كان ممكن يعني ان احنا كنا نروح على ميداليه افضل كمان من الميداليه البرونزيه. سيف يمكن الطريق كان صعب شويه لانه قابل بطل العالم وواحد من المصنفين الكبار في هذه اللعبه. كنت حضرتك متوقع انه هدايه رغم ان هي غيرت وزنها انه برضه تتحرك بالشكل ده، ان هي توصل لما وصلت اليه ولا لا وفقا لدراساتكم برضه؟ طبعا احنا كان عندنا امل كبير فيها جدا، وفي سيف وفي نور حسين برضه وفي عبد الرحمن وائل اللي هم يعني ما وفقوش، ولكن عمل ماتشات قويه جدا وكان اسرتهم من ابطال اعلى منهم في الرانكينج بفرق نقطه. عندنا امل، وهو ده السر حضرتك، انك بتحط ثقه وامل في كل واحد انه ممكن يحقق وتشتغل معاه، مش تقول انا عندي فلان بس واهتم بيه والباقي لا. برافو، صحيح. بالنسبه للهدايه بالتحديد الحقيقه هدايه عملت يعني معادله صعبه جدا، لان الرياضيين معروف ان هم لما بيشتركوا في الاولمبياد ويحققوا كمان بيفقدوا الحماس بعد كده، وبيبقى خلاص وصلوا لاعلى مستويات الانجاز في الرياضه. ايوه، ما بيبقاش عنده حماس انه يعمل حاجه ثانيه. هي حققت في ريو ورجعت حطت نفسها في الحماس والعزيمه والاستحمال والاصرار والتعب والخبط والضرب والاصابات والمعسكرات وتاجيل الخطط الحياتيه عندها والكلام ده كله لمده مش 4 سنين، لا ده 5 سنين كمان السنه بتاعت تاجيل الاولمبياد. هي عملت معادله صعبه جدا، واحنا كنا محوطينها بجهاز يعني في كان اخصائيين نفسيين بيتعاملوا مع الولاد، غير طبعا التغذيه وغير الرعاه اللي راعوا بيرعوا هدايا. وانا برضو خليني اقول الاسم، هم مؤسسه وطنيه مش دعايه ولا ممنوعه ولا حاجه، وده البنك الاهلي. انا بوجه له الشكر انه وقف معانا، بيرعى الاتحاد وبيرعى الهدايا وبيرعى لاعبين تانيين كمان. فهي كانت منظومه شغاله بإيمان
وتوكل على الله ونيه خالصه صحيح. مجلس الاداره المجموعه اللي اشتغلت يعني معانا وكده. طيب عايز اسال حضرتك برضو الحمد لله ربنا يوفقك. عايز اسال حضرتك برضو السؤال الاخير يا كابتن عمرو، هل عندنا منافسات اخرى في التايكوندو ولا خلاص كده بالنهارده بتخلص منافساتنا في التايكوندو؟ لا حضرتك احنا خلصنا، احنا لعبنا اول امبارح امبارح والنهارده ثلاث ايام اربع لعيبه، ودي فول كوتا. احنا تاهلنا بالعلامه الكامله، يعني احنا واخدين اعلى تاهيل في دوله بتاخده في العالم، وده توفيق برضه من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه وقدرنا نوصل له يعني. احنا خلصنا خلاص. هترجعوا امتى؟ كده اتنين من اربعه يعني. هترجعوا امتى بمشيئه الرحمن؟ اتنين من الاربعه، احنا مسافرين باربعه معانا، كسبنا منهم اتنين صح كده؟ الحمد لله الحمد لله. احنا المفروض الولاد يرجعوا خلال 48 ساعه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لي انا هتاخر شويه، لان انا كلفت الحقيقه من قبل ما اجي، وده شرف ليا من زمايلي في اللجنه الاولمبيه ان انا ابقى الملحق الاعلامي يعني البريس اتاشيل البعثه كلها. عظيم. فلسه انا عندي شويه شغل كده، فالله المستعان. هنعمل احتفاليه امتى لاولادنا ابطالنا الجامدين؟ احنا جاهزين، احنا تحت امركم يعني. هو احتفالنا ان احنا فرحنا مصر. صحيح فرحتونا والله. نتمنى ان احنا نكون رفعنا راس مصر يعني. صحيح. ده الاحتفال الكبير بالنسبه لنا والله. صحيح. فانت ما بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره ثانيه وثالثه بشد على ايدك وجامد جدا، وبقول لكم الف مبروك رفعتوا راسنا، وكامل تمنياتنا بالتوفيق.